طيب، في من كام يوم الحقيقه وافق مجلس الوزراء على اللائحه التنفيذيه للقانون الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات. اللائحه وضعت الاليه الخاصه بالجهات اللي هتجري التحاليل والجزاء اللي هيقع على الموظف المتعاطي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. اهلا بيك. طيب، يعني الحقيقه في جدل داير كده في الشارع المصري، الناس مش فاهمه قوي اللي بيحصل، ويعني ايه في لجان بتنزل تفحص الموظفين، ويعني ايه في اليات فصل. فيمكن يا فندم محتاجين نوضح للساده المشاهدين في البدايه ايه اللي بيحصل. في لجان بتتحرك للمقار الحكوميه، ايه اللي بيحصل؟ طيب، الاول انا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم وبتركيز على النقطة المهمة دي جدا، يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم عنه. فعلا صدر قانون 73 لسنة 2021 اسمه قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. القانون ده صدر بتاريخ 16/6/2021 ودخل حيز التنفيذ في 15/12/2021. فعلا زي ما حضرتك بتقولي، اللائحة التنفيذية منذ أيام قليلة صدرت عن مجلس الوزراء. هذا القانون يتضمن ضمن أحكامه جزاء إنهاء الخدمة على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة في أحد الحملات المفاجئة اللي بينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية. إذا هو بيتكلم على آلية تطبيق مفاجئة. هذه الآلية تم تجربتها وشغالة بالفعل، لأن فعلا حملات الكشف عن التعاطي منفذة. يعني فندم، لجنة بتتحرك من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لأيا كان المصلحة أو الحكومية اللي هي هتتجه ليها، إيه اللي بيحصل جوه؟ بيبقى فيه تحليل لكام موظف مثلا؟ التحليل فورية ولا بتاخد وقت؟ يعني نفهم بس مع حضرتك ونفهم السادة المشاهدين بشكل مفصل أكتر. طب بشكل مختصر، هو اللجان منتشرة في كل محافظات الجمهورية، كل محافظة فيها لجانها. اللجنة بتضم في عضويتها على الأقل أربع أعضاء من جهات مختلفة: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، مصلحة الطب الشرعي، والجهة نفسها اللي خاضعة للكشف بيبقى فيه ممثل عام. بتروح اللجنة للجهة، بتطلع على كشوف الحضور والانصراف، وبتيجي من خلالها بتخضع كل الأصل بيخضع كل العاملين في الجهة للكشف. الا لو كان عدد كبير جدا، يعني 3000 4000، هنا بيختار بيتم تحديد قسم او اداره حسب بيتم اختياره من واقع كشوف حضور الانصراف. مجرد تحديد الاسماء الخاضعه للكشف بيمتنع عليهم الخروج من الهيئه او من الجهه، ولو خرجوا بيعتبر ولو خرجوا بالهروب من الكشف، هنا بيعتبر دي عمليه هروب، والهروب بيعامل معامله المتعاطي. دي اول نقطه. بيطلب من الخاضعين للكشف تقديم عيناتهم للجنة. لو رفضوا تقديم العينات، هنا دي بتعتبر امتناع عن تقديم العينة، وبرضه بيعاملوا معاملة المتعاطي. ثم بيتم تقديم العينة تحت إشراف فني بيتأكد منه إن العينة منسوبة لصاحبها. بيتم بعد كده تحت بصر وسمع صاحب العينة استخدام الكواشف الاستدلالية علشان نعمل التحليل الأولي على هذه العينات. فإذا تبين نسبة وجود التعاطي أو شبهة التعاطي، هنا بيتاكد نفس العينة وبتتحلل تحليل تاني على الأجهزة الدقيقة علشان نتأكد بشكل قاطع 100% إن هذه العينة فيها التعاطي من عدم. لو اعترض على النتيجة، زي ما حضرتك بتقول كده، ولو اعترض على النتيجة أو عنده حالة صحية تستدعي تناول دواء قد يؤثر على نتيجة التحليل، هنا بيطلب الاحتكام عن طريق ممثل مصلحة الطب الشرعي لمصلحة الطب الشرعي، واللي بتفحص هي التحليل الثاني، وممكن كمان تخضعه لكشف طبي للتأكد من حالته الطبية، وفي النهاية بيصدر عن الجهات الفنية نتيجة تأكيدية بتوصل للصندوق، الصندوق بيبعتها للجهة بالناس المتعاطين بشكل مؤكد. طيب، والممتنعين حضرتك اتكلمت دلوقتي والذين قاموا بالغش، وهنا القانون بيوجب بقوة القانون إنهاء خدمته. حضرتك اتكلمت دلوقتي عن الشخص اللي ممكن بيكون بياخد دواء فيبان في نتيجة العينة بتاعته إن هو إيجابي.
هل ده لازم نستنى لحد ما يجري الفحص ولا ممكن يتقدم بأوراق تثبت فعلا ان هو بياخد دواء معين مثلا؟ القانون هنا كان يعني حسنا فعل، ففتح الباب لأي شخص بياخد عنده حالته الطبية تستدعي أي دواء إنه يتقدم للجنة، أولا يا إما يبلغها بحالته أو يقدم لها أوراق، أو لأن ممكن ما يكونش معاه الورق في وقت الكشف يعني، أو مجرد بس يقول إن حالته الصحية تستدعي كذا وبياخد الدواء الفلاني علشان يتم أخذه بعين الاعتبار ومصلحة الطب الشرعي أثناء نظرها للتظلم المقدم منه بتقدر تعرف إن كان ده بسبب دواء ولا ده مخدر. طب يا فندم، في ناس بتقول مثلا، طب انا دلوقتي يعني لو في موظف بيتعاطى المخدرات بيقول طيب انا هروح دلوقتي اتقدم للصندوق وانا هروح بنفسي اقدم هناك وانا ابقى كده دخلت انا اللي حطيت نفسي تحت طائله القانون. في ناس بتتكلم كده، بيبقوا حتى خايفين ان هم يتواصلوا مع الصندوق، صندوق مكافحه وعلاج الادمان، لان هم بيعتقدوا انه كده بالنسبه لهم هيقعوا تحت طائله القانون. طيب انا بشكرك جدا وبحييكي على السؤال ده، لان فعلا مهم جدا جدا نركز وناكد على النقطه دي. النقطه دي بتقول احنا اولا النقطه الاولانيه فيها ان بصدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ ونزول اللائحه التنفيذيه، باب العلاج لم يغلق في وجه من يريد التقدم طاعيه العلاج. بالعكس، اي شخص من المخاطبين باحكام هذا القانون أو حتى إنسان عادي بيتقدم لطلب العلاج هيتوفر له العلاج بالمجان وفي سرية تامة، وبيحمي نفسه من أي أثر قانوني أو تأثير قانوني أو عواقب قانونية. طب يا فندم، مش خلينا نتوقف عند النقطة دي يعني قليلا. حضرتك قلت إنه أي موظف يذهب طواعية للعلاج زي ما حضرتك قلت دلوقتي لا يقع تحت طائلة القانون، وحضرتك لسه طبعا هنتكلم في باقي الفكرة، لكن السؤال يا فندم إمتى؟ يعني دلوقتي لو اللجنة نزلت وفي فعلا موظف ثبت تعاطيل المخدرات ولكن هو مستعد ان هو يتعالج. طيب لا، يعني زي ما بقول كده، لو تقدم طواعية العلاج قبل نزول اللجنة عليه في اي وقت، هنا هو دخل منظومة العلاج وبيعامل معاملة المريض طالما ان هو متقدم للعلاج طواعية ومنتظم في العلاج بتاعه. دي اول نقطة. طيب بيتقدم ازاي؟ بيتصل برقم خط الساخن للصندوق 16023، وهنا بيدخل نفسه في منظومه العلاج وبيحمي نفسه تماما من اي طائله قانونيه. يبقى دي النقطه، يبقى باب العلاج لم يغلق في اي في موجه المخاطبين باحكام هذا القانون. النقطه الثانيه المهمه اللي حضرتك اشرتي اليها، ان امتى بيتوجه لهذا العلاج؟ احنا زي ما بنقول قبل نزول اللجنه عليه. طبعا يا فندم احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنأكد مرة تانية ان رقم الصندوق الساخن 16023، وانه من يتقدم طواعية قبل نزول اللجنة الى اي مصلحة حكومية عشان الكشف عن تعاطي المخدرات لا يقع تحت طائلة القانون بأي شكل من الأشكال. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.